لم يتحدث التيار الصدري بأنه سوف نذهب بكتلة واحدة إلى داخل قبة البرلمان، وهذه هي المشكلة الأساسية اليوم أمام الإطار التنسيقي. يعني عنده تخوفات كبيرة جدا من هذه الخطوة. خلاص، هو ما عنده مشكلة كسيناريو ثالث مثل ما ذكر السيد الحيدري أنه يذهب بإرادته كجزء من الإطار مع التيار، لكن يفرض عليه ذلك، هذا الشيء مستحيل. هو سيد العزيز مو فرض، وإنما هناك كتلة فائزة، يعني هي كتلة التيار الصدري. وهناك مشروع، يعني التيار الصدري قدم مشروع لكن الإطار لم يقدم مشروع. التيار الصدري قدم مشروع، وهذا المشروع هو مشروع الأغلبية السياسية، وبالإضافة إلى محاربة الفساد، السيطرة على السلاح المنفلت. فحينما يتراجع السيد مقتدى الصدري والتيار الصدري ويقول سوف ندخل جميعا في الحكومة، يعني بهذا أنه للأسف تراجع كثيرا عن مشروع حظي باحترام ورغبة من قبل جميع المتابعين، وحتى بالنسبة للمواطن العراقي، لأنه يعتقد أنه ذلك سيقلل حجم الفساد وحجم الاستتار في إدارة الدولة ومؤسساتها. لذا فمن غير معقول أن السيد مقتدى الصدري يتراجع ويقول على جميع الإطاريين أن يدخلون ضمن الحكومة. بالإضافة إلى أنه ما واضح الآن لجميع المتابعين أن التيار الصدري يمتلك رأسا واحد، ويمتلك مشروع، ويمتلك ككتلة لها إرادة ولها مشروع ولها حتى رؤية مستقبلية. لكن للأسف احنا نشوف الإطار لحد هذه اللحظة يتحدثون عن إطار، لكن الإطار لم يصل لحد هذه اللحظة إلى كتلة، ولم يكن لها رئيسا، يعني الكل تمثل نفسها، ولم يكن لها حتى ناطق. حتى البيانات اللي تصدر فيها بعض يعني التناقضات فيما بينها، يعني عندما نتحدث عن بيان يصدر من تحالف الفتح مختلف تماما عن البيان الذي يصدر عن تحالف النصر، وحتى بالنسبه لبيانات السيد عمار الحكيم تيار الحكمه هناك اكثر مرونه بالنسبه لبعض التيارات، وحتى السيد مقتدى الصدر لا يريد يعني مشاركه الاطراف الاكثر يعني تطرفا واكثر يعني حديه في التصريحات. لذا اشوف السيد مقتدى الصدر هو راغب في ان يكون قريب الى السيد حيدر العبادي، يعني انا اتوقع انه هناك علاقات وهناك رغبة من قبل تيار الدولة المتمثل بالسيد الحكيم، وإن كان السيد الحكيم قد أعلن مسبقا أنه سيدخل ضمن المعارضة السياسية. اجتمع قبل شوية بالسيد الكاظمي السيد الحكيم. نعم، قبل قليل كان هناك اجتماع، أو الظهر يمكن أو العصر، كان أكو اجتماع بين السيد الحكيم مع السيد الكاظمي. نعم، هي نشوف هناك الكثير من يفسر ذلك بأن هذه جزء من الحملة التي تقوم بها السيد مصطفى الكاظمي من أجل يعني إقناع الإطار التنسيقي بالموافق عليه. بالمناسبة دكتور، يعني الإطار التنسيقي ربما يفضل السيد الكاظمي على أن يكون المرشح لرئاسة الوزراء صدري قح. صدري قح لم يعني بالنهاية السيد مصطفى الصدر في أحد بياناته تحدث عن رغبته في من يتولى رئاسة الوزراء. إحنا للأسف خلال السنوات الماضية دائما البيت الشيعي يظهر يخرج لنا بشخصية يعني تكاد أن تكون بعض الشيء ليست بالقوة التي يجب أن ينبغي أن يتحلى بها السيد منصب رئيس الوزراء. هذه المرة السيد مقتدى الصدر تحدث عن ضرورة أن تكون شخصية اقتصادية وشخصية قوية، وربما هذه الصفات التي تتحدث عنها السيد الصدر مختلفة تماما. نعم، مختلفة تماما. طيب، مختلفة تماما عن ما يعني لدى مواصفات لدى السيد الكاظمي. خلينا نتوقع ان السيد الصدر ربما سيفاجئ الجميع بشخصية قوية اقتصادية قادرة على الاقل وقف حالة الانهيار التي وصلت اليه الاوضاع في العراق. يعني عندك معلومات حول الاسم؟ لا يعني كل المعلومات، لكن يعني بعض التسريبات تتحدث عن يعني رغبة بالنسبة للسيد حيدر العبادي بالنسبة لشخصيات يعني مثل شخصية السيد صالح التميمي وحتى السيد الكاظمي أحد المرشحين. طيب، ولكن لربما هو نعم، ولربما هو يعني ورقة ضغط بالنسبة للإطاريين الذين أعلنوا عدم رغبتهم بتولي السيد الكاظمي أو تجديد للسيد الكاظمي.